أسعد الله صباحكم بكل خير. أمطار ثلجية الآن على جبال الظهر شمال غرب منطقة تبوك. شوف كيف فرشة بيضة، لا إله إلا الله، شبين نارنا والله. أجواء باردة جدا، درجة الصفر تسجل الآن. هذا شوف الثلج كيف محزم الآن، انظر بركي. الآن الثلوج بدأت تتساقط، أمطار ثلجية على منطقة الظهر شمال غرب منطقة تبوك. شوف الأرض الآن بدأت تصير بيضة، برد برد قسم بالله برد يهبك العظم. بس شبين نارنا معنا اليوم قبل فجر السبت. والله الإحساس في اليد خلاص ما عاد إحساس. الأرض الآن بدأت تصير بيضة. عز الله ما بدو العلاج مع البرد. شوف أثر الثلج على السيارة. ناخذ الان صور فوتوغرافيه. هذه النتيجه الان، شوف الصوره، شوف السحاب كيف انظر. والله يا الموتر ما تقف، شوف الشيب كله سيارات. يا من سمعوا بأخبار الثلوج والناس زحمة، ورجعت الثلوج من جديد. ما شاء الله تبارك الرحمن، تعاطوا طيب. طبعا منطقة الظهر اللي أنا فيها الآن ارتفاعها تقريبا حول 1500 متر عن سطح البحر، فالتساقط الثلوج يختلف حسب الارتفاع. طبعا أنت كيف أوصف لكم البرد؟ يعني أنا إيش لابس الآن؟ لابس لي هالجاكيت، وتحت الثوب، تحت الثوب بجامة ثقيلة، تحت البجامة الثقيلة فنيلة. والبرد ما في برد أصلا. ما هي برد ها؟ والله برد. والله يا جماعة تو الثلوج اللي بدأت من أول أمطار ثلجية، لكن الآن بدأت الثلوج والأرض هاي بدأت ترجع أو يرجع بياضها من جديد. ما شاء الله تبارك الله، فترة الصباح الآن وما زالت الثلوج تتساقط في مرتفعات الظهر. اليوم 10/5/1439. أصبحنا وأصبح الملك لله. والله ما كنا كلا في منطقة قطبية يا ولد، شوف كيف ربي اللي خلقني، أصابعي ما أحس فيها قسم بالله، والله العظيم يا جميل يا رجال، لا اله الا الله، بس المنظر الله يستاهل. صبحكم الله بالخير مع الاجواء الجميله في مرتفعات الظهر
شمال غرب منطقة تبوك، أجواء جميلة، الخشم قسم بالله خلاص والله شوي تكسر. درجة الحرارة الآن يمكن 2 تحت الصفر حولها، لكن المنظر والله يستاهل، يستاهل، ما كأنك إلا في القطب الشمالي، القطب هذا القطب السعودي. هذا كله برد يا أبو متعب. يا أبو تركي كيف الجو؟ ما في برد مرة. طيب شيل شيل هذه. لا عشان هذا عشان الخشم الحالي علم إنه في برد. وزادت الثلوج مثل ما تشوفون، هذا الجبال الآن بدأت تغطى باللون الأبيض، وهذا الثلوج صافي. ان شاء الله مونتاج بسيط. اسعد الله صباحكم بكل خير. ثلوج طيبه جدا في مرتفعات الظهر شمال غرب منطقه تبوك. الان صباح السبت الموافق 10/5/1439. تابعوا بقيه التغطيه السنابي، اخوكم اسامه الضيف الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. وشوفوا المنظر الخرافي في منطقه الظهر في تبوك، وزارنا القطب الشمالي السعودي. الحمد لله اجواء جميله جدا. وانا عساه بخير والعافية، دوم يبقي حياته لي ويسعد بذا. سعد الله صباحكم. بالنسبة اللي سأل عن الثلوج، الثلوج يا جماعة على الظهر ما هي على العلقان. الآن شوفوا علقان ما عليه شيء، الثلوج جات الظهر. بالنسبة اللي يمدي يلحق اللي في مدينة تبوك وحولها يمدي يلحق، أما البعيد لا والله يريح، لأن الثلوج ممكن تمسي وتذوب. أسأل الله يوفق الجميع يا رب. شوف الآن في منطقة علقان أمطار، لكن فوق في الظهر ثلوج. شفتوا فارق الارتفاع كيف؟ المنطقة اللي تعتبر هذه مرتفعة لكنها ما هي مثل ارتفاع الظهر. شوف الآن علينا أمطار وجو جميل، ولكن الثلوج على المرتفعات مثل الجبال ذيك تقع عليها ثلج. تركنا المرتفعات والجميدة والآن رحنا الحقل، على قولهم الجو دافي والله في براد شوي، لكن مو مثل الجميدة اللي فوق. وصلنا حقل والان ابي نريح فيه ان شاء الله بعد البرد اللي لحقنا فوق الثلوج. انصح اي واحد يبي يجي الثلوج يستاجر في حقل، لانها قريبه من المناطق اللي تجي الثلوج، مثلا اللوز وعلقان والظهر كلها قريبه من حقل. خذ لك فندق في حقل وريح فيه وابد، كلها تقريبا 30 او 40 كيلو حتى اقل تصل للثلوج. حتى حقل جوها يعني معتدل شوي لانها ساحليه. تمسون على خير. جيتم بالخير الحمد لله، نومة طيبة نشطتنا. وهذا الجو في مدينة حقل، مدينة جميلة وتعتبر الله من أفضل السواحل في المملكة. وهذه هي جبال سيناء التابعة لأم الدنيا مصر. شوفوا الإطلالة على البحر كيف يا جماعة، والله إطلالة ساحرة. أشهد بالله منظر خرافي. هذه الشابة من أمام ساحل حقل، ساحل جميل وساحل هادي، انصح الجميع بزيارته. ما شاء الله ما زال السحاب في سماء حقل. الان في تكونات مزنيه، صورت لكم بالكاميرا صوره ليليه. شوف هذه التكونات قدام بيننا وبين مصر.